أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا أمطار عادية مع درجات حرارة مرتفعة هي الوضعية الجوية اللي راح نسولها إن شاء الله خلال ظهيرة يوم الغد الجمعة فيما يخص المناطق الداخلية وكذلك الولايات الجنوبية. وكان قد أصدر مصالح الأرصاد الجوية أصدرت مصالح الأرصاد الجوية إذا تنبيه يؤكد على تساقط أمطار رعدية تستمر لغاية 9 من ليلة اليوم على كل من تيميمون أدرار برج بوعريج وولاية إن صالح. دائما المناطق الجنوبية معنية بهبوب الرياح القوية ولهذا أكدت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها على استمرار هبوب الرياح القوية بسرعة قد تصل أو تتعدى 50 كم/ساعة مرفوقة بتطاير كثيف للزوابع الرملية كانت بداية من منتصف نهار اليوم تستمر إلى غاية 9 ليلا على كل من ولاية ورقلة غردايا لمنيعة تيمون و بني عباس. وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على أنه إن شاء الله دائما تستمر الأجواء الممطرة والرعدية على المناطق الجنوبية وكذلك الولايات الداخلية حتى خلال ظهيرة يوم الغد الجمعة. كما نلاحظوا الأمطار ستكون محليا معتبرة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم الغد الجمعة تستمر إلى غاية 9 ليلا على كل من بتنا خنشلات بسا قسنطينة أم البواقي و كذلك فيما يخص خنشلة. كمية الأمطار بالنسبة للمناطق الداخلية الشرقية تصل إلى 15 ملم محليا. أما الولايات الجنوبية ككل من ورقلة غردايا تقرت المغير إن صالح كذلك الوادي تصل إن شاء الله وتتراوح بين 5 إلى 10 ملم خلال ظهيرة يوم الغد إن شاء الله الجمعة. وستمس الأمطار حتى ولاية تمن راس إن شاء الله إليزي جانيت أدرار تيمياوين ورقان. على المناطق الساحلية الأجواء ستكون إن شاء الله مشمسة مستقرة دائما خلال الصباح الباكر يتشكل الضباب الكثيف. يرتقب إن شاء الله خلال يوم السبت نسجل تساقط أمطار حتى على السواحل الشرقية ككل من عنابة بجاية جيجل وسكيكدا محليا ستكون معتبرة بكميات تصل إلى 15 ملم محليا وهي نفس يعني سمة الطقس الآن نسجلها فيما يخص أغلب المناطق الداخلية وكذلك الولايات الجنوبية. رعود منعزلة مصحوبة بتساقط أمطار أحيانا تكون محليا معتبرة. تبقى دائما الكتلة الهوائية حارة فيما يخص دول حوض البحر الأبيض المتوسط حتى خلال الأيام القليلة المقبلة تمركز كتلة هوائية حارة إذن تبقى تخص دائما كما سبق وذكرت المناطق الشمالية وحتى الولايات الجنوبية بدرجات حرارة مرتفعة إن شاء الله تستمر حتى خلال يوم الغد الجمعة بتسجيل 35 درجة ببتنا خنشلة قسنطينة كأعلى مقياس كذلك بلمسيلة بوسعادة وحتى على شلف سيدي بالعباس وغليزان بوهران مستغانم عسكر وتلمسان تقارب 27 درجة. الجزائر العاصمة 25 درجة على كل من عنابة بجاية جيجل وسيكدا 29 درجة. على قلمة مرتفعة 30 درجة نفس المقياس بتيزي وزول بويرة البوليدة 29 درجة خلال ظهيرة يوم الغد. على النعام البيض مشرية ستقارب 28 درجة. بالنسبة لميلة وسعيدة رح نصل إن شاء الله 29 درجة يعني تقريبا أغلب المناطق الشمالية خلال ظهيرة يوم الغد الجمعة تتراوح درجات الحرارة القصوى خلال الظهيرة بين 25 إلى 35 درجة بحول الله. بالنسبة للولايات الجنوبية راح نسجل 40 درجة على إن صالح إليزي جانيت إناميناس 44 إلى 45 درجة ببرج باجي مختار وإنجزام 43 درجة بأدرار تيمياوين وإرقان تقارب بالنسبة لبشار بني عباس وتندوف بين 32 إلى 39 درجة حتى على شمال الصحراء منطقة الواحات وكذلك الصورة. فيما يخص مشاهدينا توقعات حالة البحر فسيكون هادئ إلى قليل الإضطراب على كافة السواحل الوطنية. سرعة الرياح لن تتعدى خلال يوم الغد 40 كم/ساعة خاصة بالنسبة للسواحل الغربية بين 10 إلى 20 كم/ساعة على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية. الرؤية متوسطة علو الأمواج يتراوح بين أقل من المتر إلى المتر ونصف واتجاه الأمواج سيكون من شمال إلى الشمال غربي على طول الشريط الساحلي. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه توقعات الوضعية الجوية إن شاء الله خلال الساعة القليلة المقبلة.